احد بيبعت لي سؤال الادله اللي فيه ملهاش علاقه بالموضوع خالص، بيقول فهمنا من كلام قداستكم ان حلول الروح القدس على التلاميذ وبالتالي على اعضاء الكنيسه لم يكن حلولا اقنوميا، فهل هو حلول مواهب ونعم ولم يكن سكن واستقرار في داخل الانسان؟ شوف يا ابني، هو حلول مواهب ونعم مع سكنة في الإنسان، لكن سكنة إيه؟ سكنة المواهب والنعم. أنت أنزل الأقنوم يكون ساكن جواك، ده أنت تبقى إله. ولو كان الأقنوم ساكن جواك يبقى لا تخطئ. ولو كان الأقنوم ساكن جواك تبقى تعمل معجزات. أما كون المواهب موجودة في كورنثوس الأولى الصفحة 12، مواهب الروح القدس ومتعدى 1، 2، 3، 4 إلى آخره، ده مواهب كورنثوس الأولى صح إيه 12. أما من جهة النعم فإحنا في تحليل صلاة الساعة 3 من النهار بنقول نشكرك يا رب لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدس على تلاميذ خواصك القديسين. ما قالش في هذه الساعة الثالثة أفضت أقنوم الروح القدس، ومكررة كلمة النعمة برضو في نفس صلاة التحليل. وبعدين صاحب السؤال بيقول اذا ما المقصود بالايه انتم هيك الله روح سجدي؟ روح الله يعني نعمه ربنا ساكنه فيكم، لكن روح الله يعني اقنوم الروح القدس. ده اقنوم الروح القدس ثابت في الاب وثابت في الاب، يبقى انت جواك الثالوث القدوس تبقى حكايتك حكايه. وما المقصود بيقول بعد كده، بيقول ما المقصود بلا تطفئ الروح؟ المقصود ان الحرارة التي يصنعها الروح القدس فيك، الحرارة الروحية، لا تطفئها بالفطور وبالإهمال وبعدم مشاركة الروح، لا تطفئ الروح.